وأنا صغير كانت تطلع بروشورات كتب على بعض الشركات الكبيرة مثل كوكاكولا، ماكدونالدز، كنتاكي، وايد من غيرهم، بأن قاطعوهم لا تشترون منهم، هذول يدعمون إسرائيل ويدعمون أي ما كان. بس على الرغم من هذه المقاطعات الكبيرة اللي كانت تطلع من الناس عن هذه الشركات الكبيرة، ستيل كوكاكولا، ماكدونالدز، ستاربكس، كنتاكي يظلون ويزدادون ثراء سنة بعد سنة. ليش؟ لأن البيج ماني كمباني هذيلا يبدون يعرفون شلون يتعاملون مع السورس اوف سبلاي في مدد لا نهائي. زيادة، احنا ما نطلب الثراء من الناس، احنا نطلب الثراء من رب الناس، وهذا كان درس اليوم اللي كنت قاعد ادرسه. شوف، كان عندي تساؤلات وايد من وانا صغير. تعرف الطفل الصغير من يبدي يسأل اسئلة محرجة عن الكون، عن الله، عن، فكنت دائما اسأل ليش هذا مو مسلم وكذي عنده فلوس وايد وقاعد يستخدم فلوسه بالطريق الغلط، بالطريق الحرام، بس غني وما قاعد يحصل ثروته، ليش قاعد يصير؟ فمن يومها كنت طالب جيد، ولأني هذا اللي كنت قاعد أبحث عنه هذا اللي وجدته. أنا وياك نصير باللي نفكر فيه. فكان أي موضوع، أي كتاب مكتوب عليه ماني، مكتوب عليه موضوع عن المال، راح تشوفني طالب مجتهد أمسك هالكتاب وقاعد أدرسه. فبوب علمني وايد عن المال، شلون يبدي يشتغل. بس ما قلنا لما تمسك بذرة تفاح وتغرسها في الأرض، البذرة ما تفرق منو اللي قاعد يغرسها، شنو دينه، شنو اسمه، شنو عائلته، شنو مذهبه، ما تفرق. تعطيه العشرة الأساسية تطلع. الأفكار هي بذور روحانية. هذه الأفكار، هذه البذور الروحانية مع الوقت بتكرارها في عملية محددة تبدي تنغرس في العقل الباطن اللي هو الكنز العظيم اللي موجود بداخلك. كل الأديان تبدي تشير إلى الداخل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. داخل، داخل، كل شيء موجود بالداخل. هذا الداخل يشار إليه بالعقل الباطن. لها وايد مسميات، العقل اللانهائي، العقل الكوني، الكنز اللي موجود بداخلنا، ما يهم شنو اسمه، اللي يهم شلون نبدي نتعامل وياه نشتغل فيه. فالأفكار هي بذور روحانية، لما نقوم نغرسها بالكنز اللي موجود داخلنا في العقل الكوني، احنا قاعدين نبدي نلامس المدد اللانهائي اللي موجود بداخلنا. ومن نبدي نسوي هذه العملية، الخير، الثراء، الوفرة راح تبدي تيحك حياتك. بس كله يعتمد على البذور. الآن عقلك الباطن، المدد اللانهائي، ما يفرق انت شنو قاعد تغرس فيه من بذور روحانية، من أفكار. أنا خليني أقولك شغلة، تقدر مزارع يقدر يزرع بذرة تفاح فتطلع له شجرة تفاح، يقدر يزرع بذرة شيء سام، بذرة سامة فتطلع له شجرة فيها وايد أوراق سامة. فالآن توافقني، إذا كان هذا المزارع يبي شجرة برتقال وقاعد يزرع بذرة تفاح ويتوقع هو متأمل على أمل بعد شهرين ثلاثة تطلع له شجرة تفاح وهو زارع بذرة برتقال، راح تبدي تقول شو هالغبي، شو هالمزارع الغبي هذا، شلون يتوقع يطلع له شيء وهو زارع شيء مختلف. هذا اللي يصير ويانا، عقلنا الباطن ما يبدي يفرق شنو البذور الروحانية اللي قاعدين نزرعها وشنو المدد اللانهائي اللي قاعد نلامسه، هل هي خير أو شر، فقر ولا ثراء. فالفكرة كلها، إذا كان عندك مشروع أو كنت بتسعر سعر معين أيا ما كان هذا السعر، لا تحاتي وتخاف وايد إنه راح أضغط الناس، راح يدفعون وايد، راح ما أدري يصير فيهم، من يشتري بهالمبلغ، من وكذا. لا تحاتي وايد هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء ما راح تصير. أنت ما تطلب الثراء من الناس، أنت تطلب الثراء من رب الناس. لما تبدي تغرس الأفكار بعقلك، تبدي تلامس المدد اللانهائي، من تبدي تلامسه الخير راح يبدي يجيلك وينجذب لك. نعطيك مثال على هذا الشيء. كنت قاعد اناقشه مع نور الصبح، كنا قاعدين نسولف على هذه المواد، فكنا قاعدين نقول يعني لازم اعطي، اذا بحط سعر عالي لازم اعطي فاليو اكبر، لازم اعطي ما ادري شنو اكثر. شنو اقول لها؟ شوفي، خلينا ناخذ مثال تويوتا وروز ريز. يعني روز ريز سعرها مو دبل ولا تربل ولا 20 ضعف يمكن سعر روز ريز عن تويوتا. وشنو الفرق بينها وبين تويوتا؟ يعني ليش روز ريز ما
فرز ريز ليش ما يتلوم هذه الفكرة إن لما يشتري سيارة فيها أربع تواير وتوديك وتجيبك بهذا السعر دبلات سعر تويوتا، يعني شنو الفرق بينها وبين؟ ما يفكرون كذي. ليش ما يفكرون كذي؟ لأنهم يعرفون شلون يبدون يجذبون المال، وهذه قاعدة تقدر تتعلمها. فعلشان كذي صح نبنعطي فاليو أكثر حق الناس، بس تذكر في مدد لا نهائي. أنت ما تطلب الثراء من الناس، تطلبه من رب الناس. بالتالي لما تحط المبلغ اللي أنت تبيه، تضبط أفكارك، تضبط قناعاتك، هتبدأ تلامس هذا المدد لا نهائي. ولما تبدأ تلامسه راح يتجلى على أرض الواقع بشكل زباين، كاستمر، عملاء محتملين. فتبدأ تكلمهم، تعرض عليهم بزنسك. فلازم يكون عندك خدمة قاعد تقدمها ومنتج، علشان لامست هذا الشيء يبدون يتجلى بشكل عملاء محتملين. هذه كانت نصيحة بوب. فكر كبير، احلم كبير، لأن أنت ما قاعد تطلب شيء من الناس، يعني أنت قاعد تطلب من رب الناس. كبر أحلام. هذه كانت نصيحة بوب. فكر كبير، احلم كبير، لأن أنت ما قاعد تطلب شيء من الناس، يعني أنت قاعد تطلب من رب الناس. كبر أحلامك، كبر أهدافك، وأنت راح تبدي تاخذ من خزينة الكون اللانهائية بالبذور الروحانية اللي تزرعها بداخلك، وتتجلى بحياتك بشكل عملاء محتملين، ظروف، فرصة استثمارية، شيء تشتري، شيء تبيعه، وانت تاخذ المدد. هذه حصيلة البذور اللي انت زرعتها بداخلك. ماكو شيء صدفة في هذا الكون، كل شيء مرتب بنظام عظيم جدا. فعلشان نبدأ ننتقل حق هذه المرحلة، وهذه نقطة وايد مهمة راح أقولها في ستوري جاية، علشان نبدأ ننتقل إلى هذا الهدف الكبير، خلنا نفرض أنت عندك 10,000 مدخول شهري، تبي تروح حق 80,000، هذا اللي أنت تبي. الآن اللي يحتاج نسويه، نحتاج حواسك الخمسة لازم تسكرهم، لأن ما راح يفيدونك. بتشوف ظروفك، بتشوف عدد مبيعاتك، عدد العملاء اللي عندك، ولا الايميل ليست مالتك، ما راح تعطيك البوش يعني القوي. فنحتاج نسوي نروح حق قدراتنا العقليه، ونبدي نفكر، نتصرف، نشعر، تتاقلم وتتكيف مع الافكار والمشاعر اللي تمثلها المدخول الجديد. لما يكون مدخولك 80,000، شلون راح تبدي تفكر؟ شلون راح تبدي تشعر؟ وهني قاعد تزرع هذه البذور. تخيل هذه عمليه قاعد تصير. لما تبدي تسوي العمليه لا تقول ماكو شيء قاعد يصير، ما طلع. المزارع ما يزرع البذرة ويقول ماكو شيرة، بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع ما يقول ماكو شيرة، البذور خربانة، ينطر وراح. فلو المزارع بعد أسبوع من زرع البذرة يقوم يحف ويطلع البذور ويلوم البذور ويقطها ويجيب بذور ثانية، ويقعد عليها أسبوع 10 أيام ما تطلع الشيرة، ويرد يحفر ويقطها، راح يظل طول عمره بس يسوي كذي. فنحتاج نسوي مع هذا الشيء، مع زرع البذور، هو الإيمان من البذور الروحانية راح تطلع، لازم تطلع. فلا تستسلم، ثابر، أؤمن بالعملية الإبداعية، وخذ لك مواد فعالة تبدي تساعدك وانت قاعد تمشي بهذه الرحلة، وانت قاعد تاخذ هذه المواد. بحط لك رابط في مجموعة ورش، هذه الورش يمكن تقعد عليهم شهر كامل وما أكثر من شهر وما راح تخلص منهم. في ورش أنا وحمد مسوينهم، في بودكاست كامل عن الثراء حمد مسوي. فالرابط اللي بحط لك اياه سيبه عندك، وكل يوم قاعد اسمع لك درس واحد وانت قاعد تمشي على اهدافك. كل التوفيق يا رب.